أهمية هذه الانتخابات تنطلق من جملة من التحديات، هذه التحديات ترتبط بوضع إيران المحوري في المنطقة وأيضا الملفات الداخلية والتحديات التي تعيشها إيران. إذا طلعنا على رسالة السيد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي صباح هذا اليوم بضرورة أن يكون الشعب الإيراني على مستوى التحديات وأن يخرج وأن يبعث برسالة للعالم بسلامة النظام الإسلامي، دعم هذا النظام ودعم رؤية هذا النظام الذي يقف مع المستضعفين ويجهل المستكبرين. القضايا اللي تطرح اليوم طبيعة علاقة إيران بالخارج، هل نستمر بما بدأه السيد إبراهيم رئيسي رحمه الله أم أننا نمتلك رؤية أخرى؟ يعني اليوم حتى رسائل الإخوة أو المتنافسين في الانتخابات، سعيد جليلي تحدث عن ضرورة منع تكرار حكومة روحاني التي اعتبرها متماهية مع الغرب والتي أنتجت الاتفاق النووي والذي يقول نصا أنه لم يفد الإيرانيين في شيء، بينما بازكشيان يتحدث عن قضية هل نبقى منغلقين أم نعالج هذه العلاقة مع الأمريكيين. هذا على مستوى واحد من التحديات التي ينبغي أن يبت فيها المرشحين وأن يعيشوها. السيد الخامنائي حفظه الله في خطابة يؤكد على وهذا المعروف والثابت في سياسة الجمهورية الإسلامية باعتبار أن مرشد الثورة هو الشخص المعني الأول في رسم السياسة الخارجية والثابت منها والمتحرك فيما يتعلق بعلاقة إيران بمحيطها. نعم. يتحدث عن أن الأقرب هو من يؤمن بثوابت هذه الثورة. طبعا احنا اليوم نتحدث ومن الأقرب احنا خلينا نتحدث بعد ما كملت. نعم. اقول احنا هؤلاء سواء كانوا إصلاحيين أو أصوليين هم أبناء الثورة.